لو تحسب انه نحن 8 مليار نسمة فقط اللي ساكنين في كوكب الارض وما في احد غيرنا، فاقدر اقول لك انت غلطان، لانه في قوم اعدادهم ضعف اعدادنا 1000 مرة وساكنين معانا في نفس الكوكب ومذكورين في القرآن الكريم وفي الكتاب المقدس عند المسيحيين، ومو داخلين معانا في التعداد السكاني. وفي نهاية الزمان بيطلعوا هذول القوم يفسدوا في الارض افساد ماله مثيل. وفي يوم من الايام قام الرسول صلى الله عليه وسلم من النوم مفجوع وقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. والسؤال اللي بيجي في بالك الحين، كيف مع تطور العلم ووجود أقمار صناعية وأشعة تحت بنفسجية وأي شيء يحتاج الإنسان لاكتشاف مكان هذول القوم اللي أعدادهم أضعاف مضاعفة بالنسبة لعدد البشر الحين ما لقوهم؟ السلام عليكم حبشكش، رجع بمقطع جديد. وإذا أنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أقدم قصص ومواضيع مثيرة للاهتمام، فإذا كان يعجبك هذا النوع من الفيديوهات اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات. موضوع اليوم موضوع مرة مثير للاهتمام ويعتبر من المواضيع اللي أشغلت عقول الكثير لفترة طويلة، واليوم بسرد لكم تفاصيل ممكن أول مرة تسمعها بشكل مبسط وممتع، واللي عليك أنت كالعادة تجهز الفشارة وأي شيء من المسليات وتستمتع بالقصة. في زمن من الأزمان كان ذو القرنين حاكم الأرض وقتها، واللي حكموا الأرض كلها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها 4، وهم سليمان عليه السلام وذو القرنين وبغتنصر والنمرود. وبنتطرق لموضوع الأربعة اللي حكموا الأرض في مقطع خاص بإذن الله. وذو القرنين وقتها بما إنه حاكم الأرض وكان حاكم عادل، فكان يجول الأرض كلها ويعرف إيش المشاكل اللي حاصلة عند الأقوام اللي يعتبر مسؤول عنه ويحلها بنفسه، إلين وصل مكان فيه سلاسل من الجبال الكبيرة، والقوم اللي هناك اشتكوا من قوم طغوا وتجبروا في الأرض، قوم عددهم كبير لدرجة ما تستطيع تخمين عددهم، ويؤذوا الناس بأسوأ الطرق، وكانوا دائما يجوا من بين جبلين، وهذا هو الطريق الوحيد اللي يربطهم بباقي العالم. ولما يجوا كانوا يفسدوا في الأرض ويقتلوا في الناس وينهبوا كل شيء ويدمروا أي شيء قدامهم، وبعد ما يخلصوا يرجعوا من نفس المكان اللي جوا منه. فذو القرنين لما سمع بهذا الكلام طلب من هذول القوم اللي اشتكوا له مساعدته لبناء سد يفصل بينه وبين هذول القوم اللي وراء الجبال، ويكون السد بين الجبلين. وفعلا بنوا السد العظيم اللي فصل بينهم وبين هذول القوم واللي هم قوم يأجوج ومأجوج. طيب الحين خلوني أعرفكم عن يأجوج ومأجوج شوية. يأجوج ومأجوج بشر زينا، مو زي ما يخيلوه لنا الأفلام والمسلسلات بأنهم وحوش وعمالقة، لا هم بشر زينا لكنهم أسوأ أنواع البشر، لأنهم يحبوا الطغيان والتجبر والتدمير والإهلاك بشكل ما يتصوروا العقل، وحتى انهم ياكلوا لحم البشر. والشيء المخيف فيهم تكاثرهم السريع، والشخص الواحد فيهم قبل ما يموت يولد 1000، يعني اعدادهم ضعف اعدادنا بمرات كثيرة. والشيء اللي يفصلنا عن هذول القوم زي ما ذكرنا هو السد اللي بناه ذو القرنين. وطبعا يأجوج وماجوج كل يوم يحاولون حفر هذا السد من الصباح الين الليل، ولما تبدأ تظلم يقول لهم واحد منهم نرجع ننام ونصحى وبكرا نكمل حفر. وفي اليوم الثاني لما يرجعوا يلاقوا السد ما صار له ولا شيء ورجع لحالته القديمة، فيبدأوا بالحفر مرة ثانية ويصير نفس السيناريو كل يوم. يطلع الرجل ويقول لهم نرجع ننام وبكرا نكمل، ويلاقوا السد ما صار له ولا شيء مرة ثانية. لكن في يوم من الأيام واحد بيقول لهم نرجع ننام ونصحى وبكرا نكمل الباقي إن شاء الله، ولأنه قالوا كلمة إن شاء الله بيرجعوا الصباح ويلاقوا السد محفور زي ما تركوه، ويكملوا حفر الباقي من السد ويطلعوا. لما يطلعوا أعدادهم كثيرة وقوتهم ما لها مثيل، وهمهم الوحيد مسح أي شيء يشوفوه قدامهم، بالعام يأكلوا الأخضر واليابس. وتخيل معايا إنهم يمروا على بحيرة ويشرب منها أولهم، ولما يوصل آخر واحد فيهم ما يلاقي أي قطرة في هذه البحيرة، وكأنه ما كان في أي بحيرة من قبل. وفي ذاك الزمن يكون المسلمين في عز قوتهم بعد ما هزموا الدجال بقيادة عيسى عليه السلام، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم انه يأجوج ومأجوج ما حد من البشر يقدر يوقفهم، فيأمر عيسى واللي معاه انهم يطلعوا الجبال، لانه يأجوج ومأجوج خرجوا وبدأوا الافساد في الارض. وعيسى وقتها يأمر الناس بالطلوع للجبال، وتركوا الارض كلها ليأجوج ومأجوج. وطبعا يأجوج ومأجوج بيهلكوا كل
شيء في الأرض وما يبقوا لا الأخضر ولا اليابس، وبينهوا أي أحد يشوفوه في طريقهم سواء بشر أو حيوان أو جماد، وبعدها يحسوا يأجوج ومأجوج إنهم أنهوا كل من في الأرض، فيقولوا أنهينا كل من في الأرض وبقي أهل السماء. فتخيلوا من غبائهم يبدأوا يرموا سهامهم نحو السماء، والله سبحانه وتعالى يرجع سهامهم وهي ملطخة بالدماء، فالأغبياء يحسبوا إنهم قتلوا أهل السماء بالفعل، وبعد ذا يقولوا ما بقى أحد إلا الناس الموجودين في الحصون والجبال، نحاصرهم إلين يموتوا جوع أو يطلعوا نقتلهم، وبالفعل يحاصروا كل من في الجبال واللي في الحصون مع عيسى عليه السلام، ويشتد الحصار على الناس ويبدأوا يموتوا جوع، فبيدعي عيسى عليه السلام الله إنه يبعد عنهم هذا البلاء ويهلك يأجوج ومأجوج، والله سبحانه وتعالى بيستجيب للدعوة ويرسل عليهم دود النغف تدخل من آذانهم وتقتلهم كلهم قتلة رجل واحد. انتم متخيلين الأعداد الكبيرة دي كلها تموت مرة واحدة وموتة رجل واحد؟ وطبعا وقتها عيسى والمسلمين كلهم في الجبال ومو عارفين ايش صاير في العالم، فعيسى عليه السلام بيطلب من المؤمنين شخص واحد يتفقد ايش صاير في الأرض، لأنه بدأوا يحسوا بهدوء مو طبيعي، وطبعا الكل بيكون خايف لأنه مصير اللي بيخرج لو لقى يأجوج وماجوج معروف، فوقتها بيتطور واحد شجاع ويقول أنا بتفقد الوضع، ولما يطلع ويشوف المنظر كل الأرض عبارة عن جثث وما في أي واحد عايش من يأجوج ومأجوج، فعلى طول يرجع عشان يبشر عيسى عليه السلام والمسلمين اللي معاه، ومن بعدها يطلع عيسى عليه السلام وكل المسلمين وهم في فرحة لأن الله نجاهم من فتنة يأجوج ومأجوج، لكن تواجههم مشكلة الجثث الكثيرة والرائحة الكريهة اللي ملت الأرض كلها بسبب جثث يأجوج ومأجوج، فيطلب عيسى من الله عز وجل بأنه ينجيهم من هذه الرائحة القذرة والجثث اللي ملت الأرض، فيرسل الله طيور كبيرة تحمل الجثث وترميهم في البحار، وبعد ما تخلص الطيور من رمي كل ذيك الجثث ينزل الله مطر قوي ينظف الأرض من باقي القاذورات اللي خلفوها يأجوج ومأجوج، ومن بعدها تنبت الأرض أفضل ما أنبتت من جديد، والحيوانات كلها تكون شبعانة من الجثث اللي أكلوها من يأجوج ومأجوج، والمسلمين يعيشون أفضل فتراتهم وهم في رخاء وأمن وسعادة. طيب الحين يمكن يخطر على بالك أسئلة كثيرة زي إذا يأجوج ومأجوج معانا في كوكب الأرض كيف العلم الحديث ما اكتشف مكانهم بالرغم من وجود أقمار صناعية وأعداد يأجوج ومأجوج كثيرة؟ فأكيد الأشعة تحت بنفسجية بتلقط تحركاتهم، والجواب هو في أشياء كثيرة ما يعلم مكانها إلا الله، والعلم مهما تطور ما يقدر يكتشف كل شيء، زي مثلا مكان المسيح الدجال ما حد يقدر يعرفه لأن الله سبحانه وتعالى مدبر وقت طلوعه، والإنسان مهما تعلم يبقى جاهل لأشياء كثيرة. وأعطيك مثال بسيط، هل تعلم يا عزيزي المتابع إنه العلم ما اكتشف إلا 5% من المحيطات والبحار؟ يعني شفت الأسماك والقروش والمرجان والحيتان وأي شيء في المحيط تعرفه أنت يعتبر 5% من عالم المحيطات، فما بالك بأشياء الله مدبر إنها تكون مخفية إلين يجي وقتها. طيب الحين خلينا نروح للسؤال الثاني، هل في أحد شاف سد يأجوج ومأجوج قبل كذا؟ في زمن الخلافة العباسية شاف الخليفة الواثق بالله حلم يخوف، والحلم كان عبارة عن إنه سد يأجوج ومأجوج انفتح، فطلب من أشهر الرحالة في ذاك الزمان سلامة ترجمان إنه يجهز عدة وياخذ معاه فرقة استكشافية عشان يستكشفوا السد ويعرفوا هل من جد السد انفتح ولا لا. فانطلق الترجمان بالفعل ومعاه فرقته الاستكشافية وكان عددهم 60، وتوجهوا الملكة الخرز فيلا شاه وقالوا له نحن من الدولة العباسية وأرسلنا الواثق بالله لتفقد سد القرنين، وعلى طول الملك استقبلهم استقبال يليق فيهم، وفي اليوم الثاني أرسلهم ومعاهم 5 أشخاص يدلوهم على الطريق، وبعد مسيرة 25 يوم وصلوا لأرض سوداء منتنة ومشوا فيها مدة 10 أيام، وبعد مسيرة 10 أيام وصلوا لمدن خراب وكأنه في أحد دمرها ومشى فيها، ومشوا فيها لمدة 20 يوم، ولما سألوا ليش هذه المدن خربانة كذا قالوا لهم هذا من فعل يأجوج ومأجوج. وبعدها وصلوا المنطقة اسمها أيكا وشافوا هناك أقوام يتكلمون العربية والفارسية وعندهم القرآن الكريم ويصلوا الصلوات 5، يعني الإسلام وصل إلين عندهم. وبعدها واصلوا الطريق ومشوا مسيرة 3 أيام كمان، وهناك كانت الصدمة لما شافوا سد القرنين، السد اللي يفصلنا عن أكثر قوم مفسدين في الأرض،
ووصفوا السد بأنه من أعظم الأشياء اللي رأتها عيونهم. وفي أشخاص يحرسوا السد وكل يوم اثنين وخميس يطرقوا السد عشان يوروا يأجوج ومأجوج أنه في ناس موجودة خلف هذا السد. ولما سألوهم هل قد شفتوا يأجوج ومأجوج قبل كذا، قالوا في مرة من المرات طلع كم واحد منهم أعلى السد، لكن جت ريح قوية ورمتهم من أعلى السد، ومن بعدها ما شفناهم أبدا. وبعد ما شافوا السد وتفقدوه رجعوا للخليفة بعد رحلة استمرت 16 شهر ذهابا و12 شهر إيابا، ومات في الطريق 22 شخص في الذهاب و24 شخص في الإياب. وكذا نقدر نقول إنه في ناس بالفعل شافوا سد القرنين، السد اللي يفصلنا عن علامة من علامات الساعة الكبرى. هنا نكون وصلنا لنهاية مقطع اليوم، وأتمنى قبل ما تطلع من المقطع تقدر مجهودي وتضغط على زر اللايك عشان المقطع يوصل لأكبر عدد من الناس، واشترك في القناة إذا عجبك محتواي، وأوعدك بإذن الله بمحتوى أفضل وأفضل إلين نوصل لمرحلة المحتوى اللي يليق فيك يا عزيزي المتابع. وإلى هنا كان معاكم يحيى وحبشكش، وإلى أن ألقاكم في الفيديو القادم. سلام.